من الجليل الأعلى تنضم إلينا مراسلة العرب كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين. إذا ما حصيلة هذا اليوم حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي؟ هناك حديث عن إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه رميم في الجليل الأعلى، وكذلك صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة. نعم ريما، حصيلة العمليات حتى اللحظة، نتحدث هنا عن عمليتين اثنتين باعتراف الجانب الإسرائيلي. الأخيرة كانت تستهدف موقع الملكي بالجليل الأعلى، ووصل بيان قبل قليل صادر عن حزب الله يتبنى فيه استهداف موقع الملكي بصواريخ بركان ثقيلة الوزن والتي تحدث أيضا دمارا واسعا. ريما، العملية التي سبقتها كانت تستهدف محيط كريات شمونة، حيث دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة وأيضا في مرجليوت، وكانت أكدت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صاروخين على الأقل من جنوب لبنان باتجاه جبال رميم في إصبع الجليل. نتحدث عن جبال هي أصلا في محيط كريات شمونة. دوت صفارات الإنذار مرتان في كريات شمونة وأيضا في الملكية، وهنالك بيانان من حزب الله يتبنى فيهما استهداف موقع وثكنة رميم التي قال الإسرائيليون إنه سقط صاروخ فيها. وأيضا نتحدث عن الاستهداف الأخير الذي كشف طبيعة الاستهداف، هو بيان حزب الله. حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي لم يتحدثون عن أضرار أو نتيجة لهذا التحذير. هو في الدقائق الماضية دوت صفارات الإنذار في الملكية. على أي حال ريما، نتحدث عن ارتفاع ملحوظ باستخدام الصواريخ ثقيلة الوزن في الأيام الماضية، إن كان باتجاه مواقع في إصبع الجليل الأعلى وحتى الجليل الغربي. أطلقت في الأيام الماضية خلال الأسبوع الذي كان ساخنا، أطلقت صواريخ ثقيلة باتجاه الجليل الغربي، شلومي، حنيتة، ويعارة. كل هذه المواقع أطلقت باتجاهها صواريخ ثقيلة. هذا يأتي من بعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين بأنها اغتالت علي نعيم الذي قالت إنه نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله، وقالت وزعمت بأنه هو المسؤول وكان رياديا في تطوير الصواريخ ثقيلة الوزن. وبالتالي في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل بأنها تغتال قائد في مجال الصواريخ ثقيلة الوزن، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ الثقيلة باتجاه مواقع في شمالي إسرائيل. إلى جانب الأحداث الميدانية، لم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش يقول فيه ما المواقع التي هاجمها حتى اللحظة في الجنوب اللبناني، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن مهاجمة مصادر النيران. وأيضا مراسلنا في جنوب لبنان تحدث عن غارات في رب 30، في الخيام، في الطيبة، وعدد من مواقع القطاع الشرقي. هذا يتزامن ويترافق ريما مع حالة من الغضب المتراكمة. تقرير طويل هذا اليوم لصحيفة هآرتس أجرت عدة مقابلات مع رؤساء مجالس محلية، مع سكان إسرائيليون يعيشون في فنادق بطبرية، نفس الروح، حالة من السخط تجاه هذه الحكومة. رئيس مجلس المطلي قال إنه طلب، هو وغيره من رؤساء السلطات المحلية، طلبوا اجتماعا عاجلا منذ نحو 3 أسابيع مع بنيامين نتنياهو، إلا أن هذا الاجتماع لم يأتي بعد. هنالك طلب لهذا الاجتماع من أجل إبلاغ حكومة بنيامين نتنياهو أن أمامها 6 أشهر فقط لأن تحل الوضع في الشمال وتخلق واقعا أمنيا جديدا، لأن رؤساء السلطات المحلية يرغبون بافتتاح العام الدراسي في سبتمبر المقبل. نذكر هنا على أن الحكومة مددت إخلاء سكان الشمال في الفنادق حتى تموز يوليو، وكشفت صحيفة هآرتس بأن مكتب نتنياهو أبلغ رؤساء سلطات الشمال بأنه قد يتم تمديد الإخلاء لما بعد تموز، وبالتالي قد لا يفتتح العام الدراسي في الشمال في سبتمبر المقبل. وطلبوا منهم بأن يبقى هذا الموضوع طي الكتمان ويبقى سريا، إلا أنه سربوه لوسائل الإعلام، وهذا يشي بأنه لا يوجد حل في الأفق. الذي عبر عنه رؤساء السلطات المحلية ريما بأنهم يخشون بأن إطالة أمد هذا الإخلاء للمزيد من الأشهر، هذا قد يدفع السكان للاستقرار في مواقع خارج نطاق القرى أو البلدات عفوا والكيبوتسات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها في شمال إسرائيل، إن كان في الجليلين الأعلى والغربي.
وهذا قد يدفع إلى استمرار مشهد منطقة عازلة عمليا نجح حزب الله بفرضها نعم على أرض تسلم. الواقع مع دفعه إسرائيل لإخلاء 80,000 إسرائيلي في أكثر من 40 بلدة على حساب أراضي دولة إسرائيل. شكرا كريستين ريناوي من الجليل الأعلى.